نقف نسمع الإنجيل. بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا متى البشير والتلميذ طار بركاته على جميعنا أمين. الأصحاح العاشر من أول آية 34: لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبي والابنة ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجل يجدها، والمجد لله دائما. تفضلوا. احنا النهاردة بنحتفل بتذكار استشهاد القديس ماري جرجس الروماني، وانتوا شفتوا الاباء وهم بيطيبوا الرفات. الرفات ليها جزء من الجسد، جزء من العظام. وتوزيع اجساد القديسين على الكنائس بدأ في عصور مبكرة، لما كان مطلوب ان اي مذبح يبنى يبقى فيه تحتيه اجساد شهداء. بدأ بمجموعة من أجساد الشهداء، وبعدين بقى جسد شهيد تحت المذبح. ولما كترت المذابح بدأوا يوزعوا جسد الشهيد الواحد على أكتر من مكان، ولما كترت أكتر بدأوا ياخدوا أجزاء صغيرة من الرفات نفسها، لدرجة إن ممكن جزء من الرفات زي اللي عندنا مثلا يبقى ما فيش، يعني زي مثلا زي الشازية صغيرة كده، وساعات تبقى حاجة زي راس الدبوس كده. وبكثير من الإجلال والاحترام بناخدها ونقبلها. وطبعا كان من ضمن أسباب توزيع رفات القديسين أو الشهداء هو ضمان عدم سرقتها. احنا كنا بنحتفل بظهور رأس ماري مرقس من كام يوم، واحد خدها خباها، فعشان يضمنوا ان الاجساد ما تتسرقش يوزعوا الجسد على 200 300 500 مكان، وبالتالي مش ممكن يتسرق. يبقى من ناحيه يضمنوا عدم سرقته، من ناحيه يتبارك به اكبر عدد ممكن. لدرجه ان زمان كان الاب الكاهن اللي مسؤول عن مذبح تحتيه اجساد شهداء بيبقى ليه كرامه اكبر من الكاهن الباقيين، كان ليه رتبه اكبر. وكانت الكنيسة من البداية تحتفل بأجساد الشهداء طول الليل، طول الليل سهرانين بعد ما يضمخوا الجسد بالأطياب زي ما شفتوا من شوية كده. تقليد الكنس يقول إن كانت في رائحة طيبة بتخرج من أجساد القديسين حتى قبل ما الكنيسة تفكر في موضوع التطيب ده. وطبعا بيطيبوا الأجساد عشان يفكروا الناس إن هذا الجسد جاهد مع النفس والروح وقدم نفسه تقدمة طاهرة ورائحة طيبة قدام ربنا. وشكل من أشكال التكريم وشكل من أشكال التذكرة أو الإشارة أنه بقى رائحة تقدمة وتقدمة سرور صعدت إلى أمام الله. وماري جرجس الروماني ليه محبة كبيرة جدا عندنا، يمكن تلت الكنائس على الأقل عندنا على اسم ماري جرجس، وطبعا في مصر كلها وبره مصر. وليه معزة خاصة عندنا وبنسميه أمير الشهداء، وقصته مؤثرة جدا كلكم عارفينها ما بين تاريخه قبل ما يبقى واحد من القادة الكبار في الجيش الروماني، وسلوكه مع الملوك والولاة، وإصراره على التمسك بإيمانه، وأكتر من مرة يحاولوا يقتلوه. لكن طبعا عايز أشاور على حاجة قبل ما أتكلم عن موضوع إنكار الذات النهاردة. يقولوا إنه عصروه بالهمبازين وبعدين شوف يقام، ضربوه مش عارف بإيه وبعدين شوف يقام، سحلوه على الأرض وبعدين شوف يقام، مش عارف أسياخ محماة بالنار، سرير ويوقدوا تحتيه نار، حطوه في مكان فيه سائل بيغلي. كل دي كانت محاولات من الولاة أو الحكام أنهم يثنوا الشهيد عن عزمه
عشان يتراجع عن إيمانه. فإذا ضغطوا عليه جسديا وتراجع كسبوا حاجتين: أولا ما قتلوهوش، ثانيا أضعفوا كل اللي شافوا كل اللي عرفوا. يعني محاولة الضغط على واحد مقبل على الاستشهاد إنه يتراجع عن إيمانه وما يقتلوهوش، أولا ما قتلوهوش، ودي حاجة كويسة بالنسبة لهم يعني، خصوصا لو واحد روماني. ونمرة اتنين، كونه يتراجع هيضعف كثيرين ويخلي كثيرين يتراجعوا عن إيمانهم. ولذلك كان إصرار الشهيد على التمسك بإيمانه حتى الموت كان بيكسبه هو إكليل الشهادة أولا، وثانيا يقوي قلوب الضعفاء ويدخل كثيرين إلى الإيمان. وبمناسبة تطيب الأجساد، أنتوا عارفين لما بيكون عندنا شهداء ما بنغسلهمش، لا، نحتفظ بكل حاجة فيهم. طب الدم اللي فيهم ده غالي، ما يتغسلش ويقع على الأرض. فالشهيد بالذات لما نيجي نجهزه ما نغسلوش، زي ما هو كل حاجة فيه بركة وكل حاجة فيه شاهد. وعملنا كده مع الشهداء الآخرين طبعا بكرامة شديدة، كل حاجة متعلقة بيهم بركة وشاهدة، ولا يمكن التخلص منها أو استبعادها أو يعني استبدالها بثياب أخرى أو بمواد أخرى، زي ما هو بكل كرامة وبكل توقير. احنا النهاردة معنا قدس أبونا مرقس، شيخ كهنة البرشية ورمز من رموز الكهنوت. معنا قدس أبونا ساويرس الشفيق، بيخدم في أمريكا حاليا وحاليا في أجازة لمصر، وآباء الكنيسة. الموضوع اللي عايز أكلمكم فيه النهاردة ببساطة اللي هو إنكار الذات، وساعات يسموه جحد الذات، وساعات يسموه يعني وضع الذات، يوضعها يعني يحطها تحت. يعني سيد المسيح قال هنا: من يهلك نفسه من أجلي يجدها، واللي يضيع نفسه يجدها، من أضعها يجدها، من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. من يهلك نفسه من أجلي، من أجل الإنجيل، فهو يخلصها. وطبعا يقصد إنكار الذات، يعني تقديم مجد ربنا على مجد الشخص، تمجيد ربنا أكثر من الذات نفسها. يقول: ودعا الجمع من تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. وقالوا لنا أن في حاجة اسمها عبادة الذات، يعني اوعى تفكروا أن عبادة الأصنام انتهت من العالم. مش لازم عبادة الأصنام يبقى فيه صنم لجوبيتر أو باخس أو ديانة أو عشتروت والناس بيسجدوا قدامه ويقدموا له بخور ويحطوا ملابس عليه ورود، لا، مش شرط. ممكن واحد برضه يعبد ذاته، ممكن واحد يعبد المال، ممكن واحد يعبد الأكل والشرب. وربنا قال كده في لوقا 16، قال: لا تقدروا أن تعبدوا أو تخدموا سيدين، إما الله وإما المال. والقديس بولس الرسول قال عن مجموعة من الناس: آلهتهم بطونهم ومجدون في خزيهم. وناس يعبدوا الجنس، وناس يعبدوا الشهرة، وناس يعبدوا الممتلكات، وتبقى دي كل حياتهم. فعبادة الأصنام مش لازم وثن أو صنم شخص أو قاعد والناس بيقدموا له بخور، لا. ممكن بقى في الإطار ده حد يعبد ذاته. يعني ايه يعبد ذاته؟ يعني يدلل ذاته ويكرم ذاته قوي، يعني خايف عليها من الإهانة، بيعظم نفسه. يا مرة بنت قالت لي إنه فلان مش بيحبني، قلت لها: أمال بيحب إيه؟ قالت: بيحب محبتي ليه، لكن مش بيحبني أنا. يعني هي مبسوطة إنه بيحبها، أو هو مبسوط بمحبتها ليه بس، فبيحب نفسه فيها. عرأي شاب شقي هنا بعت لي مرة قال لي: أنا ومراتي متفقين، أنا بحبها وهي بتحب نفسها، فإحنا الاتنين متفقين. طبعا ده غلط، هو يحبها وهي تحب، واللي هي تحب نفسها هي كمان.
وممكن واحد يحب المجاملات ويعجب بذاته، وكل ما يمدحوه بيلمع في ذاته، بيحب ذاته، بيحافظ عليها، ويسموه الأباء الكلام ده العجب، واحد معجب، معجب بنفسه. وزمان في التاريخ النسكي للأباء يقولوا إن ساعات واحد يعجب بنفسه فيتنسك ويعمل عبادات لوحده بدون تدبير أب اعترافه، ويتفاخر على الآخرين بسبب كده، وساعات يتفاخر على أبوه نفسه ويحس إنه بقى أفضل من أبوه، وممكن يعمل ده إرضاء لنفسه. ويعني حتى نجاحات الآخرين ينسبها لنفسه، في حين بقى اللي بينكر نفسه ما يظهرش. امبارح كنت بقول لإخواتكم، أول امبارح في كنيسة من كنيسة مش فاكر فين، إن امبارح في ماري جاليس، إن ميزة الملح، وإحنا ملح الأرض مفروض إنه يدوب لكن ما يضعش، موجود لكن ما حدش يشوفه، مؤثر لكن ما حدش يقدر يقول هو مؤثر في أي مساحة أو مساحة معينة. من علامات إنكار الذات إن واحد ينسب النجاحات لآخرين ويحط نفسه في المرتبة الأخيرة ويختار المتكئ الأخير ويقدم الآخرين ويختفي هو. الكلام ده على فكرة في الإدارة وفي الخدمة وفي البيت، وده اللي شرحه ربنا في المتكئات. والمتكئ ده مش معناه الصف الأولاني، لا، متكئات زي ما يكون معزومين في مكان وفي ترابيزات، ممكن تبقى الهاي تيبل دي مش في البداية، ممكن تكون في الوسط أو في الآخر، المهم هي الترابيزة دي بتاعت مين، مش موقعها الجغرافي فين. مين من الناس أو أني شرائح من الناس أهلكت نفسها علشان توجدها، عشان تحافظ عليها؟ يعني في شرائح عندنا من الناس سعوا إنهم يضغطوا على ذاتهم، ينكروا ذاتهم، يضيعوا ذاتهم، يهلكوا ذاتهم عشان يضمنوها فوق، كأن واحد عمال يحافظ على حاجة جوه الأرض تنمو تنمو تنمو، عارف إنها لو طلعت فوق سطح الأرض يا تتاكل يا تصدي يا تفسد، فمحافظ عليها. من ضمن الناس دول الشهداء اللي احنا بنحتفل بواحد منهم، من أشهر الشهداء الشهيد ماري جرجس، ده القديس بولس الرسول في الإطار ده يقول حياتي ليست سمينة عندي، حياته كلها، وقال إن حياتي دي يعني قيمتها في المسيح، ليه الحياة هي المسيح والموت ربح. وسفر الرؤيا قال عن الشهداء ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، يقول وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، في رؤيا 12 آية 11، لا أغرتهم الوعود البراقة ولا الفلوس ولا الوظائف، وكانوا يستخدموا مع الشهداء الوعد والوعيد، الوعد هخليك كذا وكذا وكذا لو سمعت لي، الوعيد هعمل فيك كذا وكذا لو خلفتني. وكانوا يستغربوا من استخفاف الشهداء بالمراكز وبالفلوس وبالكرامة، يقول ايه موجود قدامه بيخليه يستخف بالحاجات دي؟ يعني تصوروا واحد بيغروه انه يبقى امير مثلا، انه يبقى والي مدينة، او يدوله عطايا كتير، وهو يقول لا. ده ساعات كانوا الاطفال الصغيرين يغروهم بالحلويات، يجيبوا لهم حلويات، يجيبوا لهم مش عارف جوز وبندق وفستق، صحيح بجد، ولعب وحاجات، وتلاقي الولد يقول لا مش عاوز لعب ومش عايز فلوس ومش عايز اكل، انا بحب يسوع. وجاب برضو دمنين، متعرفش قصص كتير من الاطفال الشهداء غلبوا الحاكم وبهروا الحكام اللي كانوا بيحكموهم، واستغربوا جدا لدرجة ان الحكام التفسير الوحيد اللي قالوه انهم سحروا للاطفال دول، قالوا هذا الناصري ساحر، سحر حتى الاطفال الصغيرين مصرين على ايمانهم حتى لو ماتوا. وادرك الشهداء ان الحاكم او المضطهد او الضابط لا يمتلك الا هذا الجسد المادي بس، يعني الناس اللي قتلوا ولادنا في طريق دير الانبا صمويل من اسبوعين عملوا ايه؟ سلطان على الجسد بس، وليس لهم بعد ذلك ان يفعلوا اكثر، والجسد كده كده هيموت.
في سن، في أي سن هيموت، بأي طريقة هيموت، في أي مكان هيموت، بأي سبب هيموت، فلما يموت كتقدمة من أجل المسيح يبقى ليه قيمة. حتى الجسد نفسه زي ما قلت لكم أكرمناه قد إيه، الجسد نفسه اللي مات من أجل المسيح صار للجسد نفسه كرامة كبيرة. وسيد المسيح قال لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلوا أكثر، بل أريكم ممن تخافوا، خافوا ممن له سلطان بعد أن يقتل أن يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا. والشهداء أدركوا دي كويس قوي، والشهداء قدروا يتجاوزوا الزمن، يعني تجاوز زمن الألام، تجاوز زمن القتل، فقدر يتجاوز المحنة، وقدر يتجاوز الإغراء، وقدر يتجاوز الضغط النفسي والجسدي. زي ما اتفقنا مرة إن اللي يقدر يتجاوز زمن الخطية يقدر يتجاوز الخطية. يعني واحد هيخطئ وهيتعب وهيندم وهيتوب وهيعترف ويرجع كويس تاني، طب ما يتجاوز الزمن ده كله. لو حد فكر في دي ممكن ما يخطئش. مرة بسأل واحد بقول له أنا ملاحظ إنك حريص إنك ما تصطدمش بحد أو تغلط في حد، قال لي لأني متكبر ما بحبش أعتذر. قلت له ماله؟ مش وحش يعني حتى لو ما بتغلطش لأن عندك عزة نفس ما تحبش تعتذر كويس برضو، أي دافع يخليك ما تغلطش كويس. يقول ما هرجع تاني وهصلحه وأعتذر وتصاغر أو أصغر، بلاش. ده فريق لما الشهداء، وطبعا معهم المعترفين، وإحنا متفقين إن المعترفين هم الشهداء الأحياء في الكنيسة. فريق تاني الكارزين، ناس سابوا كل حاجة وتابعوا المسيح وصاروا صيادين للمسيح، زي أغلب التلاميذ كانوا صيادين، أغلبهم تركوا الشباك وتركوا السفن، وبعض الكارزين استقال من عمله، ومنهم اللي أنفق كل أمواله وباع ممتلكاته على الخدمة، ومنهم من افتقر إلى رغيف الخبز وهو بيكرز وكان يدور على فلوس عشان يساعد بيها الناس اللي بيخدموا ما يلاقيش فتصعب عليه نفسه، بعد ما كان عنده ملايين وأنفق على الخدمة لقى واحد مريض أو واحد فقير ما بقاش يلاقي له حاجة يديها له، تصغر نفسه ويحاربه الشيطان لكن ما يندمش. في ناس طافوا سنين طويلة بلا مأوى، في قصص الناس اللي بشروا تعبوا جدا وراحوا بلاد غير بلادهم ولغات غير لغاتهم، وافتقروا وباتوا في أماكن كتير وباتوا في العري. في ناس بالتحديد، مش بقول كده ربما يكون في ناس، لا في ناس كده بالفعل، وعاشوا في أكواخ وعاشوا تحت شجر من أجل المسيح. وإذا قارنت حياته الأولى بحياته هو بيبشر مفيش نسبة، كان باشا وكان أمير وافتقر لأجل المسيح. يعني من الناس دول مرة دخلت بيت أب كاهن موجود معانا في الأبروشية، فلقيت بيته زي كل البيوت ويمكن أقل شوية، كنبة عربي، حتة سجادة بسيطة، وكم درج عملهم مكتبة. وهو كان إنسان كويس قبل الكهنوت وكان مقتدر وكان غني، وقلت له ليه كده؟ قال لي المسيح أغناني، قال بقيت غني غني بربنا، فبقيتش اهتم بمظاهر الحياة العادية دي. أو واحد مثلا من ضمن اللي أعرفهم شخصيا، ناس كتير كان ليهم مراكز كبيرة في وزارة الداخلية وساب مركزه وترهبن أو ترسم كاهن كتير. يعني كان مثلا كان عميد مثلا، وفي منهم كلوة، وساب الخدمة في البوليس وبقى كاهن. طبعا يجوز قوي برضه هو كاهن
اي حد ممكن يضايقه بكلمه يهينه فيتحرك فيه الايه الطبع القديم اللي هو عايز يقبض عليه مثلا، ولا يقول لك ده مثلا لو كان لو كنت زمان كنت عمال فيه عمل فيه وتلاقي يسلك معاه بالتضاع. مره كنا في عياده الدير وفي راهب بيكشف في العياده، فابونا اللي ماسك العياده كان طبيب طبعا قبل ما يتراهب، فابونا بيناقشه، فالراهب اللي ماسك الصيدليه قال له ايه او العياده، قال له انا دكتور وعارف بقول لك ايه، قال له انت بالنسبه لي راهب مش دكتور، انا بتعامل معاك راهب مش دكتور. فقال له خلاص انت تطلب اللي انت عاوزه وانا اديهولك وبس، واعتبرني عامل صيدليه. وانكروا نفسه، اللي ساب وظيفته واللي ساب امواله واللي اتكرس وساب عمله واللي اترهبن وساب عمله واللي صار كارث بلا اسم وبلا رتبه. واحد منهم الله ينيح نفسه الارشدياكون رمسيس نجيب يقول لي اخترت ان اكون على الارض، اخترت ان اكون جالسا على الارض بلا رتبه، ويكفيني أننا أخدم مع المسيح، المسيح يديني الشرف ده. وعاش فعلا حتى لما متنايح البابا شنودة بعد التحفظ أو جوة دير الأنبا بشوي لبسه الزي الرسمي بتاع الأرشدياكون، طوع سيدنا وبس على إيده وخرج من الدير خلع اللبس تاني وعاش زي ما هو كده علماني لحد ما تنيح. فيما نظر لو تشوفه كان لابس روب ولا حاجة، وزي الارشيدياكون رمسيس نجيب كتير جدا في اطر كنسيه مختلفه كل يوم بيواجهوا مخاطر واهانات، لكن بينكر ذاته من اجل المسيح. يقول يكفي ان انا امجد ربنا ويكفي ان ليا شرف ان انا اعمل مع ربنا. الفريق الثالث الاباء والامهات، يعني الاباء والامهات اللي اختاروا قاع البيت واللي اختاروا اخر الصفوف واللي بذلوا حياتهم من أجل أزواجهم واللي بذلوا حياتهم من أجل زوجاتهم واللي بذلوا حياتهم هما الاتنين من أجل أولادهم. يعني زوج ساعات يبقى أقل واحد يصرف في البيت، أو زوجة برضو أقل واحدة تصرف في البيت، وكله يوفروا للولاد، والولاد يلبسوا كويس ويأكلوا كويس ويشربوا كويس ويتفسحوا ويخرجوا ويلفوا ويتعلموا ويتفوقوا ويكبروا ويتوظفوا ويشتهروا، وهم يكفيهم ده بس. وتشوف الأم لا إنسانة فلاحة بسيطة جدا وربما أمية ومش متعلمة واحدة في البيت، ابنها باشا يعني يفتخر بيه كده ويتردد اسمه كده بفخر وهي في البيت. دخلت مرة قرية من القرى القريبة من الجبل، كنت بزور ناس في افتقاد يعني، وبعدين لقيت راجل بسيط جدا بيقول حد في البيت اتصلت باخوك ولا لا، ابقى اطمن على اخوك. طلع اخوه ده رئيس محكمه جنايات، راجل لابس جلابيه وبسيط جدا وبيت عادي حتى لا متبلط ولا متبيض ولا حاجه، وناس بسيطه جدا وحياتهم بسيطه جدا. هو الراجل اختار كده، هو عايش مبسوط كده. ولما ابنه قال له تعالى عيش معايا في مصر، قال له ما سيبش بيتي وما سيبش اهلي وما سيبش بلدي. قال له يا ابني انت ليك حياتك وانا ليا حياتي. قال له بس ما يصحش اسيبك كده. قال له انا يكفيني انك كده ومش عايز حاجه اكتر من كده. واحد يقول لي طب ما ساعات ام بتدخل ابنها الطب عشان تقول عن نفسها ام الدكتور، ده كل اللي بتاخده انها ام الدكتور، لكن مين الدكتور؟ هو اقصى حاجه تاخدها ايه؟ أنا أم الدكتور فيها إيدي، لكن مين اللي اتعلم ومين اللي كبر ومين ليه كرامة ومين موجود في المجتمع لوضع هو؟ يعني يقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة رجل، وراء كل أولاد عظماء أب وأم أنكروا أنفسهم. كنا في احتفال قريب في المنيا هنا، وبعدين وقف واحد يقول إيه أنا مش عاوز أقول وراء كل رجل عظيم امرأة، خلي جنب كل رجل عظيم امرأة. قالوا له ليه؟ قال عشان المحفظة في جيبه الوراني.
فبلاش يبقى ورا كل رجل عظيم امرأة، خليها جنبي احسن. انا شفت امهات كتير كل اللي ليهم في الحياة رغيف خبز وحبة اكل صغيرة بس، وابسط لبس، لا ليها في الفسح ولا ليها في الخروجات ولا ليها في المحافل خالص. افتكر كمان ان في بعض الاولاد رفضوا يتجوزوا لحد ما اخر اخت اليوم تتجوز، وفي بنات رفضوا الجواز عشان يربوا كل اخواتهم وفاتهم الجواز، وفي ولاد فاتهم الجواز. ويكفي كرامة انه قام بهذا العمل العظيم، نهتم بأسرة بالكامل، مش يتجوز ويسيبهم هم يلطموا الحياة، خصوصا لو كان الأب انتقل أو الأم انتقلت. لا يا ابني مش هتشوف نفسك، يا ابني حياتك، يا ابني الأيام بتجري، يا ابني القطر يقول ولا قطر ولا أيام ولا نفسي، إني عامل عملا عظيما. يقول بعد آخر بنت ما تتجوز، بعد آخر ما ولد يتجوز أشوف. طبعا ممكن آخر بنت تتجوز وآخر ولد يتجوز يكون هو عدى الخمسين وربما وصل للستين، وفي كده فعلا. قد ايه عظيم، قد ايه ربنا يرى في الخفاء وهيجازيه. طبعا يقولوا له لازم يبقى ليك سيرة، لازم يبقى ليك نسل. قال يكفيني ان ربنا يعني شايف اللي انا بعمله، انا مش عايز سيرة اكتر من كده. ايه سيرة العالم دي؟ بقول لكم الكلام ده وفي ذهني امثلة لكده. يعني واحد طول حياته عايش من اجل اخواته، واحده عايزه تتكرس ومش قادره لانها بتعول والدتها، وقوانين التكريس مرتبطه بسن. طب وماله؟ قالت حتى لو فاتني التكريس، وحتى لو فاتتني الرهبنه، وحتى لو فاتني الجواز. يقول لها طب ما تتجوزي وتاخدي والدتك عندكم. تقول لا، والدتي ما تحبش تقعد مع حد، تحب تقعد في مملكتها، فانا هخدمها في المملكة بتاعتها. وبرضو في ذهني امثلة وانا بقول كده، ومش من حقي ان انا اذكر الامثلة دي. وضحت بالجواز، بالتكريس، بالرهبنة، بحياتها الطبيعية زي باقي البنات. وبيننا احنا النماذج دي موجودة بيننا هنا. شريحة رابعة من اللي انكروا زواتهم وجحدوا زواتهم وضيعوها من أجل أنهم يجدوها عند ربنا المخترعين. وأنا دايما أنحني إجلالا وتقديرا لكل إنسان ساهم في إراحة الناس في أي مجال من المجالات. حتى المايك اللي معايا ده، الميكروفون ده، لو مش موجود علي صوتك، علي صوتك، مش سامعين وانت بتصمم الأماكن دي بطريقة معينة عشان نقدر نسمع بعض، مجرد ميكروفون بس. لو النور طفى دلوقتي، لو في لمبات جاز بدل النور ده، لو ما فيش تليفونات، ده انت بتضغط ضغطة واحدة يرد عليك حد في استراليا، ضغطة كده، مجرد ضغطة. اللي سهلوا لينا الحياة، اللي ساعدونا، اللي اخترعوا الأجهزة الطبية والتكنولوجيا العملاقة في الطب وغيره وغيره وغيره. تعرفوا أغلب الناس دول عاشوا بسطاء وفقراء ومجهولين، وربما ما استفادوش بالحاجة دي أكتر ما احنا استفدنا بيها. ده بينهم جورج بورتلاند اللي اخترع الاسمنت البورتلاند اللي مستخدم على نطاق واسع جدا في العالم كله، مات فقير. طبعا لو حد فيكم رجع لسيرته، مات راجل فقير. ولا موزارت صاحب اشهر السيمفونيات، مات برضو جعان وبردان. وتولستوي وغيره وغيره، وناس ماتوا هما بيخترعوا. الراجل اللي اكتشف فرق الجهد مات بصعقه كهربيه، نعس وهو قاعد جنب سيخ حديد موصله عشان لما تحصل بروك والرعود ويشوف الشحنات دي ويحسب فرق الجهد.
جه في دماغه السيخ ده ومات. الراجل اللي اكتشف الجذام مات بالجذام، وغيره وغيره. ده في بعض المخترعين اعمالهم نسبت لاخرين والناس اكتشفوا بعدين او ما اكتشفوش، وفي بعضهم لم يذق طعم الراحه طول حياته عشان ينجز الاختراع بتاعه. يعني اغلب المخترعين لم يشكرهم احد على الاقل في حياتهم، ده اعتبروهم مجانين وغير اسوياء. يعني كتير من المخترعين كانوا اللي حواليهم يقولوا ده راجل مجنون، يقول مجنون مجنون، انا عارف انا بعمل ايه ومش مهم راي الناس. هو ابونا نوح مش هو بيبني الفلك سخروا منه وقالوا ده معتوه طوفان ايه ومركب ايه وايه اللي بيعمله راجل لله، ولا سال فيهم. وابونا لوط سخروا منه كان كمازح في اعين اصهاره، هو بيقول لهم توبوا بلاش الحاجات الوحشه وغضب ربنا يحل على البلد، سخروا منه. واحتمل الناس دول الاهانه ولم يثوروا لكرامتهم ولم يكترثوا اصلا لكلام الناس، هو عارف هو بيعمل ايه وانكر ذاته عشان يخلص اخرين وعشان يفيد اخرين ويمتع اخرين. الشريحه الخامسه اختم بها النهارده المتضعين، الاشخاص اللي شعروا ان كل موهبه عندهم ربنا مصدرها وبالتالي ما يفتخروش، هيفتخر على ربنا. اي واحد فينا عنده ميزه ربنا مصدرها ولو قعد يتفاخر بيها وتمادى ممكن ربنا ياخدها. واحد بيفتخر بماله ممكن يفتقر، بذكاءه ممكن يفقد رشده، بقوته البدنيه ممكن يضعف ويعيا، ودواء وارد جدا. فكل موهبه عندك ربنا مصدرها، اذا شكرت عليها واستخدمتها في الخير كسبت، واذا انكرت ذاتك كسبت، استخدمت القوة من أجل الغير كسبت. ودايما قول لنفسك أنا من أنا، أنا من أنا، أنا أطلع إيه؟ ده معنى اللي يقصد القديس بولس الرسول والأباء يقولوا كده، يقول فقل أنا من أنا ومن يحسبني إنسانا. ده كويس إنهم سايبيني أعيش في وسطهم كده. قدم الآخرين على نفسك بفرح. افتكر ان القديس الانبا إيسيزوروس اختفى ورا الانبا موسى، ده معلمه وتاب على ايده وهو اللي سلمه الحياه الروحيه والحياه الرهبانيه، لكن اختفى ورا الانبا موسى. الانبا موسى هو الاشهر، ولا نعرف معاد نياحه القديس إيسيزوروس، وبنجامله ان احنا نزف في جسده مع جسد الانبا موسى في عيد الانبا موسى. قديس قاريون ابو زكريا بن قاريون المشهور اكتر زكريا بن قاريون، طب وقاريون نفسه ده ابوه محدش عرف عنه حاجه كتير. قديس انبا بموا يعني ابو القديس انبا بشوي وابو القديس يحنس القصير، انبا بشوي وانبا يحنس مشهورين اكتر منه هو وهو ابوه. وما كانش القديس يحنس القديس بشوي بس، لكن عدد كبير جدا، وهو يفرخ قديسين وهو متواري يدفع بيهم وهو في الظل. او انبا شنود رئيس المتوحدين، ما هو خاله انبا بيقول هو ده اللي سلمه الحياه الرهبانيه والحياه الروحيه. نعرف يعني انبا بيقول كم سطر، لكن انبا شنود من اعظم الاباء والقاده الروحيين والوطنيين في التاريخ المسيحي. تعلمنا ده من القديس يوحنا المعمدان اللي قال عن المسيح لست مستحقا أن أنحني وأحل سير حذائه، وقال أنا صديق العريس أرى وأفرح بس، وقال ينبغي أن نزاك يزيد وإني أنا أنقص. والقديس يوحنا خدم سيد المسيح اللي أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ده في فيليب 2 آية 7 و8. عايز اختم واقول لكم ان الاشخاص المؤثرين في الحياه هم المختفين والمنكرين لذواتهم، دول الاشد تاثيرا في المجتمع والحياه هم اكتر قوي.
يعني الأغلبية هم الناس البسطاء المختفين اللي ما لهمش أسماء ولا أصحاب شهرة ولا الناس بيشاوروا عليهم، ودول كتار من حسن الحظ. العامة بتاع الناس أو العامة من الناس اللي بيعبدوا في هدوء ويرحلوا أيضا في هدوء وبدون ضجيج. يعني لما أحضر مرة خارجة عادية، يا لا خارجة شهداء ولا خارجة حد ليه اسم أو رمز من الرموز، واحد عادي، أكتر حد يشد انتباهي هو العادي ده، هو العادي ده أدى رسالته بهدوء وعاش في هدوء ورحل في هدوء، لا حد كتب عنه ولا حد اتكلم عنه ولا حد علق صور ولا حد ذكره في مقالات ولا حاجة خالص. وده الأشد تأثيرا في الكنيسة وفي المجتمع بالمناسبة. حتى الخدام ممكن تلاقي مثلا كنيسة من الكنائس فيها 300 خادم في كشف الخدام 300، وتلاقي الخدمة قايمة على 30-40 واحد بس وبهدوء، لا ليهم طلبات ولا عندهم انتقادات ولا 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 ظاهرين ولا بيتحكموا ولا متصرفين أبدا. ده الكنيسة بالكامل الخدمة فيها قايمة على 30-40 واحد، يعني مثلا ثمن العدد بتاع الخدام اللي بيدخل الكنيسة يصلي في هدوء ويخرج. هو ده العظيم؟ اللي ملوش دعوة بحد في الكنيسة هو ده العظيم؟ اللي ملوش دعوة مين بيصلي، بيصلي بأنه لغة وطول ولا أصدر، ده عظيم. اللي بياخد كل كلمة في الوعظة ليه هو شخصيا هو ده العظيم. يعملوا بهدوء ومن غير ضجيج ويرحلوا في هدوء برضه، وربنا يرى عملهم في الخفاء ويجازي علانية. والقديس باسيليوس الكبير والقديس الأنبا أشعيا يقول إذا أردت أن تكون معروفا عند الله فاحرص ألا تكون معروفا عند الناس، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.